السلام بكم شكرا لكم على اختيار الوطنية الأولى بداية أسبوع موفق للجميع غرة فيفري 2016 معكم ينطلق أسبوع يوميا الوقت هذا ينطلق في قراءة للأحداث الآنية مباشرة من استوديو 14 جانفي إلى حد موعد الأخبار الرئيسية موعدنا من للخميس على الناس اللي يخلطوا علينا واللي يمكن ما في بالهمش لكن أكثر فأكثر أنتم قاعدين تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لتلز الوطنية وعلى الأشتاج متاعنا الأشتاج أحداث 19 ضيفنا اليوم في حديث الساعه هو السيد وزير التربيه ناجي جلول مرحبا بك سيد مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوه نعم. الدعوه صارت في نهارها وانت كنت موجود هذا نشكرك عليه وبارك الله فيك نذكر اللي ضيوفنا نكلمهم يوميا حسب الاحداث الانيه وتبارك عليهم الحقيقه اكثر فاكثر الان ولا فما هذا التجاوب مع وسائل الاعلام شيء اللي نثمنوه نحكيه على مع السيد وزير التربية اليوم على آخر الإجراءات المتخذة وإقرار إلغاء العشرين بالمئة في السنة الدراسية المقبلة من معدلات البكالوريا نحكي معها زي كذلك على وضعية المدارس نحكي معها على الإصلاحات الكبرى مئة إجراء تقريبا تم بثق على الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية منها خمسة تقريبا دخلوا الآن حيز التنفيذ شوي آخر نحكي فيهم مع السيد وزير التربية نجي جلول المدارس الآن تعرف زادة كذلك وضعية صعيبة يوم قريت ولا لا آخر الأحداث مثلاً السقف اللي طاح في سيدي بوزيد يطيح من ألطاف الله في قسم لكن ما يخلفش أضرار آه هذا إلى جانب مثلاً حادثة أليمة تصير لايامات اللي فاتت واللي تتمثل في آه اعتداء خنزير على تلميذ الوالدة قديمه هو... إيه ليه قديمه لكن عندها مخلفات بثمانية 8 جانفي وعندها مخلفات الان على محمد صديق اليزيدي في <applause> اخر تناخذوا الوالده نتاعو بالهاتف خلي نشوفوا محمد صديق وين لان يزرق لانسولين ثلاثه مرات في النهار آه نتمنى له الشفاء العاجل ماجده اليزيدي والدته تتكون معنا بالهاتف شويه اخر خلي على الاقل نسمعوا معاها وين وصلت الوضعيه مرحبا بك سيد الوزير مره اخرى انا معك شويه اخر ننطلق في الحديث في عديد المحاور اللي تخص اصلاح المنظومه التربية. ما خليني قبل نقترح عليك قراءة العناوين الصحافة اليومية جيبوا لكم كل يوم ريفي دو بريس ولا لا؟ جيبوا لنا تلقاو الوقت باش تقراوها؟ أنا ما عارف زملائي من الصباح نقرا ريفي دو بريس هات نقراوها أنا من ما قلت أنت نحن في عصر ديمقراطية وهذا واجب التفاعل مع الإعلام لأن التفاعل مع المواطن يكون عن طريق الاعلام في كل الحالة احنا يوميا نقرأ للساده المتفرجين عناوين الصحافه اليوميه هيك يكون عندهم فكره على نبض الاخبار الانيه جديده لابريس ننطلقوا معاها اللي اليوم تختار في صفحتها الاولى تسليط الضوء على الاخطاء الطبيه تقول بروجي دو كرياسيون دان فون داندينيزاسيون مشروع بعض صندوق للتعويضات وترجع في افتتاحيتها الموضوع الاجراءات الاخيره المتخذه من قبل رئيس الحكومه وتعنون ريفورم ستركتوريل اصلاحات هيكل حديث كبير على الاصلاحات وفما شكون يقول انها حكومه اصلاحات نواصل مع جريده المصور اللي تقول المهدي جمعه يعلن عن مبادره سياسيه يوم 9 فبراير يبدو انه تباعا الان سيتم الاعلان على المبادرات السياسيه زنيدي جمعه مرزوق وغيرها من المبادرات جوستومون على ذكر زنيدي زنيدي ومرزوق في حزب واحد تتساءل جريده المصور في حوار مع النائب بمجلس الشعب فيصل التبيني تعاون جريده المصور معركة انجاز مركز اقليمي للامراض السرطانيه بجندوبه ومعاناه المرضى وبعد تصريحات الصحف جمال العرفاوي ان يبا العموميه تفتح تحقيقا بشان تعرض مستثمرين اجانب الى الابتزاز. جريده التونسيه تنشر حوار مع سمير الطيب من عام حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي تقول فيه السبسي كرر خطأ المرزوقي وهذا كلام بطبيعه الحال باش يتواصل على امتداد الاسبوع. نمشي لجريده الصريحه اللي تعنون الغاء ال 20% في البكالوريا هذا العام مش هذا العام نحكيو على العام الجاي ولذا تنوضحوا شو اخر هذا من القرارات اللي اعلن عليها السيد وزير التربيه ضيفنا اليوم في حديث الساعه وفي حوار مع مرزوق اللي يقول جريده الصريح نحن مختلفون اختلافا جوهريا مع الاسلام السياسي جريده الشروق تقول الغاء احتساب ال 20% في البكالوريا بدايه من السنه الدراسيه 2016 2017 مره اخرى زاد لهنا ذول اللي غلطه احنا على 2017 2018 نحكيو على العام الجاي مش على السنه المطحوه وثلاثي يهدد الامن الغذائي للتونسيين فائض الانتاج اذا نعرفوه في الحليب مثلا الوسطاء ولوبيات التوريد مقال ثالث بعنوان المجموعه الديمقراطيه الاجتماعيه تلتحق بمبادره الزنيدي التي سيتم الاعلان الرسمي عنها يوم 28 فيفري جريدة الشارع المغاربي تنشر الاتفاق السري بين النهضة والنداء للمرحلة القادمة تنشوف إذا كان نجي جلول عنده أخبار على اتفاق اتفاقات سرية نهضوية ندائية وإلا لا زلزال استقالة رضا بالحاج الدواعي الحقيقية وتنشر زادة رائعة هذا جريدة الشارع المغاربي رائعة شعر أولاد أحمد الجديدة لوثة في الضمير ترجمات السفير جيسيب الجريده الناطقه باللغه الفرنسيه تقول على اثر انتشار نقمل بالمدارس تونسية سوف كيبو الفرار إنه القمل وفي حوار مع مهدي معزون رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تقول دي ديزان دو ميلي بلوكي أكوز دي زوبستاكل أدمينيستراتيف عشرات الآلاف من فرص العمل عطلت بسبب العقبات الإدارية وترجع في بدون أزمة قطاع السياحة وتعنون لتوريزم 2016 سو دو موفيز أوسبيس السياحة في 2016 تحت تحت مؤشرات سيئة الصباح الأسبوعي تنشر حوار يعود منظمة الأعراف خليل الغرياني ليقول الزيادة في الأجور ملزمة للجميع وحوار ثاني مع كاتب عام جمعيه القضاه حمدي مراد تحت عنوان القطب المالي غير قانوني وقطب مكافحه الارهاب غير دستوري جريده البيان نختم بها العربي شويخه الاستاذ الجامعي المختص في الاتصال يقول الاتصال نقطه ضعف في جل الحكومات ما بعد أربعة جان في سان سان بروفيسبا هذه خدمه كبيره ياسر لازم تصير وفي شهاده لشكيب التيجاني احد باعث المشاريع الاداره التونسيه تعطل مشروع يوفر ألف موطن شغل ويوفر 200 مليون دينار للدولة وتختم البيان بدور الدولة أين يبدأ وأين ينتهي وهذا على خلفية أزمة التشغيل بطبيعة الحال هنا احنا إزاء سؤال جوهري في علاقة بخيارات الدولة هل هي دولة للتنمية هل هي دولة للبنيه التحتيه هل هي حافز لبعث المشاريع في الجهات الحديث كبير على الموضوع هذا نجي جلو مره اخرى مرحبا بك مرحبا بك ليس انت تتكلم على اصلاح شامل للمنظومه التربويه ويكون تونسي تونسي شو المقصود باصلاح شامل وتونسي تونسي تونسي 100% اولا اصلاح شامل هو علاش الاصلاحات كلها فشلت فيما قبل مش على خاطر خايبه الاصلاحات كلها الا فشلت فيما قبل لان اعتبرت الاصلاح التربوي ملف فني يتلم وزير مع خبراءه ويخطوا ويخطوا حوايج به بعض الاحيان ما تقبلش وخاصه اغلب الاصلاحات تعملت بدون مشاركه لي يعني اهل الدار يعني الاساتذه والمعلمين والقيمين والاداريين والتلامذه والاولياء يعني الناس الكونسرني في اغلب الاحيان انطلاقا من اعتبار انه هو ملف فني مش مش ملف اجتماعي وحضاري وسياسي موقعش تشريك وكانت اذا في كثير من الاحيان قرارات مسقطه باهي في بعض الاحيان لم يقع تطبيقها لم تستوعبها اذا العائله التربويه وكان الفشل. احنا برشا عباد يقولوا احنا برشا عباد يقولوا وين الاصلاح التربوي؟ كما وين البترول؟ لا الاصلاح التربوي ما هوش ماهوش بترول، بترول تنجم تجيبه. الاصلاح التربوي عمليه معقده سيت ان تبدا بحوايج وتفى بحوايج فما تعملهم في وقتهم حوايج تعملهم في وقتهم انا اعطيك حاجه مثلا احنا عام الجاي مش ندخلوا السنه الاولى والثانيه ابتدائي بكتب جدد وبرامج جدد وزمن مدرسه جديد وكل شيء علاش السنه الاولى والثانيه تقول ما عملش الخامسه ابتدائي مثلا كل نجم نعمل الخامسه ابتدائي لان الخامسه ابتدائي قرار نحو, نحو بصنادق اللي ما هو قرأنا نحو الصنادق وتبدل في السنة في حين انها فشلت اذا التجربه ما تنجمش في السنه السادسه ما تنجمش تبدل يلزم تبدله بالسنه الاولى والثانيه فما اصلاحات نجم تعملهم في اي وقت فما اصلاحات يلزم تبع التضرر. حنقعد في المبادئ العامه ساعه ومن نمشي للتقنيه على يعني خاطر فيه ما يتقال شكون يقول اصلاحات دخلت حيز التنفيذ وسط العام حقكم استنيت غير تنرجعوا تنرجعوا لكن نقعد في المبادئ العامه. لا هو, هو, هو فما, تقول. ناس تقول فما ناس تقول مزروبين فما ناس تقول لك ازربوا شويه. انا 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 عنا الزوز. احنا شويه خايبين نفهموا معاكم المنهجيه. على خاطر ساعات مش مفهوم لا المنهجية تنفسر هيك في المبادئ العامة إلى حد الآن قلنا إذا إصلاح شيء تقول إصلاح لهذه المنظومة هو الانتقال من ثقافة الامتحان والنجاح الى ثقافه التكوين والتدريس واعطاء اهميه اكثر للتكوين وتجنيب المدرس البقاء تحت ضغط الامتحانات باستمرار هذا الجزء و... الاخير ترى نحكيوا و... عليه ملهم 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 هذه فلسفة اصلاح التربية أو جوستو ما فسر هي لي هالفلسفة هذه لا, لا أنا مش فسرها. هي كنا غالطين لا لا, لا لا ما كناش غالطين أنا الأولياء يسمعوا فيه كان مع جنب ولده مع جنب ولده قول له عم ناول في الثلاثي الثالث ها ما نمشوش لعم في الثلاثي الثالث سيدي الثلاثي الأول آه خاطر سنا بدلنا في الثلاثي الأول عم ناول في الثلاثي الثالث بالنظام الأسبوع المغلق قول له شنو الامتحان اللي جاك في التاريخ شنو الامتحان اللي جاك في الفيزياء ما عاش تفكر الصغير ما يتفكرش مم. لان منظومه ربما تلعب في دور سياسي الولايد فخر تريميس يجيب معدل البي ويجيب 17 وبدروس خصوصية وبش ثم الفا الفا كي تخرج من الجامعه تلقى أزمة الشعب التونسي، يعني أزمة الشعب التونسي، هي الأزمة اللي في الشعب التونسي؟ فراغ صارت لا لا، صارت الثورة. شكون عمل الثورة؟ معطلين على العمل مم. اليوم عندنا مشكل بلاد خمسين من الثورة معطلين على العمل علاش لأن منظومة التكوين عملت الامتحانات ونجحوا وخذ البكالوريا وخذ الإجازة وخذ الماستر وتخرج قاروحوا في منظومة مش قبلته قاروحوا ما تكونش في سوق الشغل قاروحوا آه كما يقولوا الثقافة هي كل ما يبقى بعد أن ننسى كل شيء قا ننسى كل شيء لأن كانت عملية امتاء إذن امتحانات وامتحانات وقينا روحنا في نظام موجود حسب الجامعة <applause> معناه التلميذ يعدي أكثر وقت ويعدي في الامتحانات من يتكون احنا قلنا ننتقل من ثقافة الامتحانات لأن يهمنا في الآخر ما تعرف شنو يهمنا يتخرج من الجامعة لا يمشي لداعش ولا يمشي يشرب من البحر في لامبادوزة اللي يهمنا وهو يخرج مواطن متوازن مثقف متكون تقبلوا منظومة التشغيل سواء في تونس ونجم يزاحم راهو جايين في العولمة نجم يزاحم المغربي ويزاحم الجزائري ويزاحم الصيني ويزاحم الناس الكل كما في السنوات 70 احنا انا شنو في كروت... يزاحم اليوم والتقييمات العالمية تصنف تونس كأحد البلدان التي تتميز منظومتها التربوية بالرداء وضعف المستوى وهذا كلام ليك هي, هي يعني. أضعف لا شوف مم. شوف تقييمات تقنية متى تحطنا في مؤخرة بلدان العالم مم. تقييم تلوسيديو الخراني سي كارثي كارثي تقييم تقديم كل التقييمات تحطنا في مؤخره البيت اليوم عندك في البكالوريا شفت في الشروق 3000 صفر في الفرنسي في الباك كل شوف التقييمات تحطنا على مستوى عندنا اكثر من تقريبا في 50% من التلامذه ضعاف عندنا 0.8 من التلامذه معدل المعدل العالمي يعطي 40% عندنا اقل نسبه تمدرس معناها في ساعات تدريس اقل بلدان العالم ليزانديكاتور سون روج وما يزمش واحد متخرج مع روار بالشباب باش واحد يشوف الناس تخرج من الجامعه ما تلقاش خدمه با الا ثم فشل شكون المسؤول على هذا كنا مسؤولين كنا مسؤولين احنا واختلنا حطينا كنا نجم نجم دوره لي بو معروفين احنا قلنا باش نعملوا له شعبي شعبيه، باش يقع اتفاق، باش نعملوا استشاره وطنيه، استشاره وطنيه مش استشاره، عملنا حوار وطني حوار وطني عملنا 3000 8000 ثلاثة ثلاثة. منبر حوار قعدنا ثمانيه شهور واحنا نحاول شاركنا بعض الخبراء يعتبروا أن الحوار الوطني لم يستند الى وسائل علميه وانه انبسقت عليه تخمينات اكثر منه دي. اكثر منه دي. 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 اكثر منه قرارات لان أي لان, لأن, لأن, لأن سامحني الناس تقول هذا ما فهمش معناها احنا عملنا وثيقه توجيهيه مم. يعني فيها سته محاور مشينا سالنا العباد سالنا الاولياء سالنا آه التلاميذ سالنا الاساده عملنا سيت ويب سالنا الناس الكل وخرجنا كتاب مخرجات الحوار مخرج الاتحاد ماهوش موقف الوزاره هذايا الناس ايش تقول لنا هذا فمش كون طلب كتاب قلنا راهو فما الناس طلبوا كتاب مش معناها مخرجات الحوار هذيك هذاك مش طبقوه اه ليه لا. هذاك سمعنا العباد سمعنا الشعب التونسي سمعنا المتدخلين سمعنا الاساتذه سمعنا التلامذه سمعنا الجرايد سمعنا الصحافه سمعنا الناس كل وهذا شعلنا في مخرج الحوار هذاك مخرج الحوار مش الوزاره هذاك القولون العباد هذاك مخرج الحوار ولا كونسنتري عملنا اللجنه لميناهم عندنا الاف الاوراق الاف الواحد لي كونسنتري دون زاليب مخرج الحوار بعد عملت لجان عملت اذا ثلاثه ورشات كبرى قرات مخرجة الحوار واللجان اليوم عملنا لجان والخبراء تقدموا معناتها 100 100 اجراء يمكن سنة 100 اجراء فما 2000 اجراء 2000 اجراء على قداش من عام على خمس سنين على خمس سنوات, سنوات. معناتها اللي قاعد تقول لي فيه سي ناجي هو انه المدرسه التونسيه ستتغير مع على امتداد الخمس سنوات المقبلة لا هي بدات تتغير وستتغير جذريا تتغير جذريا شوف الاصلاح سيكون جذري شوف اول اصلاحات عاجله فما اصلاحات عالية فيها وهي منظومة المكونين امم احنا ميزة تونس وقت اللي كانت عندنا من أحسن منظومات تربوية مم. وكنا نصدروا في في رجال التربية للعالم الكل كانت عندنا مدارس تكوين معلمين كانت عندنا ترشيح كانت مدارس ترشيح تخلينا عليهم في وقت ما الأوقات اليوم من الجامعة أغلب من هكا مش من الجامعة من الجامعة إلى إلى الدرس يخرج من الجامعه يقعد خمس سنين ست سنين شوماج وتعرف انت شو معناها الشوماج ثم يرجع احنا عام الجاي عام الجاي مش اللي بعده عام الجاي مش يقع فتح مدارس تكوين مكونين عنا مش ناخذوا 3000 من البكالوريا ومش ناخذوهم من احسن المعادلات في البكالوريا من احسن المعادلات 3000 نخبه جديده للتكوين نخبه جديده للمكونين مش يقع تكوينها علميا مم. وبيداغوجيا ومتطلبات قلت في اختصاصات مختلفة وهذوك مش يوليو عندهم لا دو لامبلوا معناها انتدابهم ديريكت باش يرجعوا يخدموا وقت اللي يكون اسيور باش يخدم تو يجيك لو اخو باكو ب 16 و 17 لي مايور ثم باش نعملوا اذا ماجستير اذا مهني باش نكونوا ساده سنتين ومش نحطوهم في مؤسسات خاصه بهم باش نعملوا لهم انترنا باش نعملوا لهم سبور باش نعملوا لهم كل شيء وقتاش هذا؟ العام الجاي العام الجاي دون لا بروشين اللي وراه هذا واخترنا لي سيت اذا هذوم يدخلوا يدخلوا العمل من بعده للخدمه لا يقعدوا ثلاث سنين ثلاث سنين في الثانوي عامين وفي الابتدائي ثلاث سنين باش يقع والمديرين مم. كيف كيف احنا تعرفوا اش اه صار بعد الثوره صارت اذا اه محاث والمحاثه معناها واحد ومن القسم يولي مدير وقاعدين احدى مشاكل التربيه اليوم بشهادة نقبات بشهادة الناس الكل ثم ضعف معناها مديرين يعملوا في مجهود كبير اه هذاك شي نجمه هو استاذ عربيه والأستاذ تاريخ استاذ رياض يلقى روحه مدير آه ما وقعش تكوينه للتسيير قلنا حسنا عملنا مش تبدا سنه مناظره باش تحلها بينتو يقع تكوينهم على سنه كامله تكوينه في التصرف وتكوينه في الاداره وتكوينه في علم النفس وتكوينه في العلاقات م. ويقع تكوينهم سنه كامله باش يبدا عنا مدير يعرف اذا ويسير المؤسسات اذا لو دو المنظومه التربويه اللي يجب المدرس مدرس والمدير هذا عملناه هذا عملناه وباش يبدا سيد الوزير الان فما فما حاجه تهمني في حاجتين الحاجه الاولى هو مدى التوافق الحاصل الان حول هذه القرارات ساعات نحس انه نجي جلول يعوم ضد التيار يسبح ضد التيار ساعات نحس انه تقريبا فما كلام في الهواء ألف تابلت ولا ما أعرف شنو وإلا هل عندك الميزانية أنت اليوم لهالمشاريع هذه الكل اليوم تحكي إيه. على خمسة سنين ما قلت لك إليس قلت لك أنا ما تعرف اختصاصي هو الأثار آه. ولذا ما نلقى كنوز دي ما نلقاه. وين لقيت واش لقيت كنوز أنا نقول لك في شهر المدرسة الناس كل أنا وقت قلت مش الرمو مش وقل له دمي المدارس الكلها تكون معناها الفضاء المدرسي يكون فضاء جيد أو مم. ممتاز الناس كل قالوا بتجيب الفلوس ياك لقيتوا كنز في الشعب التونسي احنا رممنا 3000 مدرسه 30 في شهر المدرسه وزاره التربيه ما خصتش حتى والى اليوم م. الى اليوم قبلت مجموعه من رجال الاعمال يرموني في المدارس وعمليه ترميم المدارس وتجهيزها هي عمليه يوميه اخي احنا كي ابارتير من 15 احنا لاحظنا في المناطق الريفيه ومناطق الغنايه ثم مشاكل بتاع تغذيه لكن تحس سامحني ابارتير ايه. دو ايه. انا قلت مش موفر في الحليب والشوكولاته لوليدات الصباح في المناطق هذه الصباحيه مش, مش نبداو لك وقتاش تبداو؟ 15 فيبر تبدا قداش من المدرسه؟ آه ما نجمش نقول لك العدد اما م. احنا قلنا وبدينا نستكو في الحليب راهو قلنا المدارس الابتدائيه في الاحياء م. الفقيره والمناطق الريفيه آه ما نجمش نعطيك العدد ما باش نعملوه وثم برشا رجال اعمال بحب السميم اعطونا الشوكولاتة منصوح به صحيا هذا اللمجه الصباحيه قريتوا حسابكم أه قرينا حسابنا والاستوكاج مع وزاره الصحه وعملنا مم. دراسه وكل شيء لقينا الاعطاء اللمجه الصباحيه في الصباح في بعض المناطق معنا فيه. وقت العشره هذا باش يصير الصباح قبل الدراسه قبل الدراسه قبل الدراسه وقاعدين نجهزوا المدارس بكل ما يلزم لي احنا آه برشا حوايج قالوا ما عندكمش امكانيات، عندنا أه. امكانيات لان شوف الفرق ما بين رجل السياسه وربما العادي، رجل دوره يلقى الامكانيات، يلقى الحلول، واحنا نخاف الحلول في برشا حوايج، احنا مثلا آه تلقى في حلول ترقيعيه ولا تعتبرها هيكليه؟ على خاطر ساعات شكون يقول لك انا ما حشتيش بوزير اللي يجي هو يحرك الماكينه ومن بعد يمشي هو خاطر بطبيعه الحال اخترنا ديمقراطيه احنا اه. احنا كي قلنا عام الجاي عام الجاي فما مليون طفل في الابتدائي مش يفطر نفس النهار برشا عباد يقول لك قاعدين اليوم اومونت اذا شركات مختصه في الجهات في توزيع دي, ونحاولوا ونعملوا في كيت شارج باش نعطيه المعطلين على العمل ومش نلقاو حلول احنا كي قلنا مش نوفروا النقل المدرسي احنا قاعدين اليوم مع بعض الخواص مع الجمعيات نبحثوا في في شركات للنقل المدرسي، اليوم عندنا احنا اليوم عندنا عندنا جمعيه واحدة نقلنا في 12000 تلميذ، قاعدين نعملوا فيه، معناها انا شو نقول؟ شو نقول؟ ايجا نتحاسبوا بعض ايجا نتحاسبوا بعض تحت التوته، متفاهمين، اما اما لهنا شو هو احساس ناس اللي اليوم تقرا اللي في سيدي بوزيد سقف طاح؟ من جهه يتفرج في التلفزه يتفرج في التلفزه الوطنيه الوزير يقول رممنا 3000 ومن جهه سون فيكو هو اللي لا لا عايش لا لا اللي عايش هو وان ولده اليوم انا اليوم اليوم احنا زميلاتك الصحفيه مشيت مشيت الريف بنزرت وعملوا الدوره قالت لي معناها العدد المدارس وقع ترتيم ايش نقول كذي حكايه سيد بوزيد هتوني نحكيها اولا اولا هي مدرسه مشى لها السيد رئيس الحكومه زارها وبعد انا زرتها و... مش اتعس هذا انه المسؤولين يمشوا أيه. بعد وقع فيها ان بروجرام تاع اعاده تهيئه كامله أيه؟ والكل تهيئ المشكله وين المشكله مم. وهو ان السيد المقاول معناها عمل ليقه جديده على ليقه قديمه مم. والليقه القديمه تحت ليقه ساعة مش ليقه قديمه وهذا سمحني واحنا راسلنا وزاره التجهيز في الموضوع اي رئيس مصلحه التجهيز في الاداره الجهويه للتربيه هذه هذه مس... بوزيد راسل راسل الاداره الجهويه للتجهيز اللي لم تتابع الموضوع على هذه مشكله متفساد عم مخاول لا تحملوا وزاره التجهيز، لا تحملوا وزاره التربيه، مم. هذا ملف فساد عندنا. علاش تحمل المواطن سيد وزيرتي؟ ما هو الخيارات الاولى، هذا هو أخي وزير التربيه ولا وزير التربيه مقاولة؟ مانيش مقاول. لا في الخيارات، أنا... في الخيارات، في, لا لا. في لا. أنا أي؟ لا لا، احنا انا احنا احنا ما تسلمناش، وهذا عمله مقاول، والمقاول معناها فيها غش، فيها غش، والمقاول يتحاسب، ووزاره التربيه. قامت بعملها مم. ان هي الارض اللي طرابو اعطت التمويلات وزاره التجهيز قامت بخدمتها وجابت مقاول هذه مساله يتحمس مسؤوليتها المقاول وسيقع بحث في المساله سيقع بحث في المساله وفي اخر المطاف احنا ما قلناش صلحنا 6000 مدرسه احنا قلنا صلحنا 3000 ومازالوا 3000 وقاعدين نصلحوا مام راهو يلزم الشعب التونسي يفهم شيفه لا يفهم حاجه الا 97% من ميزانيه وزاره التربيه ماشي الاجور احنا قاعدين نصلح والرم ونعمل تجهيزات رياضيه وتزاديه ب 3% من ميزانيه وزاره التربيه معناها نعملوا في الدزاكوباسي بميزانيه ضعيفه جدا ونحاولوا نحاولوا وهنا دي منعاود نحيي المجتمع المدني لولا لو وقوف المجتمع المدني معنا راح ما نعملوا حتى شيء احنا لقينا ضعف في الميزانيه نظرا للظروف الاقتصاديه اللي تعرفها والكل م. توجهنا الى الشعب التونسي وانا نقول لك معناها ثقة التونسي في المدرسة ممتازة جدا واليوم احنا قاعدين معناها نعمل في خطى ممتازة نتيجة لدعم المجتمع المدني وافراد الشعب التونسي. زيد نجي جلول نحب نرجع انا لبعض القرارات التقنية، دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة خلال ما تبقى من السنة الدراسية، علاش وسط العام؟ علاش ما خذيتوش عينه تبداوا بها تجربوا ومن بعد يمكن يتم التعميم علاش قرارات داخل السنه الدراسيه؟ شوف احنا عم نقول قلنا سيقع الغاء الاسبوع المغلق اي في البرانسيب وقلنا علاش؟ قلنا لان الاسبوع المغلق يخسرنا يخسرنا بالضبط <applause> في 45 يوم دراسه. قلنا تونس المعدلات العالميه هي ما بين 245 يوم دراسه و190. و 190 احنا في 165 معناها اقل معدلات قلنا يلزمنا نوصلوا للاستاندار انترناسيونال نقربولهم لهم في عدد ايام الدراسه احنا عندنا اقل ساعات دراسه في العالم قلنا الاسبوع المغلق اولا يخسرنا برشا ايام دراسه ثاني الاسبوع المغلق يخسرنا برشا ثاني الاسبوع المغلق معناها يعمل اكل سيستام باشوتاج احفظ 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 ثم يرغب غطلان احنا قلنا ان حيو المغلق باش نربحوا ايام دراسة ونقصوا الضغط على التلاب واعطينا تصور في الثلاثي الاول عدد الامتحانات il y a بطبيعه الحال الاتحاد الوطني للتلامذه ما موثق لا لا إيه. إيه. لا لا الاتحاد الوطني شوف اسمع إيه. احنا نسمعوهم التلامذه تسمعوهم؟ نسمعوهم التلامذه هي طرف أما هي طرف من الاطراف م. كان يولي والتلامذة يفرضوا كل شيء احنا نسمعوهم عبره على رايهم لا لا, لا. تحكي يعني على تحكي يعني. على دائره فيها كل كل المعنيين احنا عملنا مجد مؤسسه مجد مؤسسه وهو في لي روتوش شو معناها مجد مؤسسه؟ مجلس المؤسسه في ممثلين التلامذه لان ما حناش ما حناش نسمعوا فيهم التلامذه ويلزمنا نسمعوهم في ممثلين الساده ممثلين الاولياء لان فما ازمه تواصل داخل المؤسسه التربويه يلزمنا نسمعهم التلامذه ازمه تواصل اليوم قد نتجه لا لا. الى قد اي خاطر نرجع لحكايه حكايه ما غيرناش في العام مجلس المؤسسه ما غيرناش عليه ما غيرناش شفنا الا برشا امتحانات معناها عدد امتحانات وهي المنظومة القديمة وهذاك علاش المشكله راهو قاعده تغير او ميم تقيس قلنا اش نعمل قلنا من مش سداسيات قلنا احنا ماشيين السداسيات العام الجاي ماشيين السداسيات اولا اولا نعوضوا التلامذه شيئا فشيئا بنظام سداسي الا فيه توافق العام مم. من ضغط الامتحانات خلينا امتحان واحد خل... معناها نقصنا برشا امتحانات وقلنا للتلامذه معناها نحسبه لكم أحسن نوت مم. فقط راهو باش لو لمساج وهو راهي الدراسة مش امتحانات راهي تكوين وتكوين في ظروف مريحة في وسط العام عليك. سيد الوزير يبدو بدات القراءة لهذا النظام ليه التقييم ليه؟ ليه؟ هذا نعم. بدات معقدة ليه؟ بالنسبة معقدة احنا ايه؟ بدينا نحينا الاسبوع المغلق ايه ايه؟ نعرف ايه؟ نعرف لكن في نفس الوقت اي امتحان معناتها اه فرض اول وثاني ونحتسبه نحتسبوا احسن نوت لان لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان تنحية الاسبوع المغلق مع بقاء نظام الامتحانات القديم ارهق الأسادة وأرهقت سيد الوزير انت منذ البدايه قلت احنا ضد القرارات المسقطه وقلت تجي من الفوق لهنا يمكن حاجتين تلموا لا موفيس كومونيكاسيون انه ما نقولوش الكلام ذا وما نقولوش للناس الداخل بالضبط ميكانيزمات يستنسو يستنسو بال <applause> بال ليه ليه بال اي من العمناول اعلنا على الغاء الشبغول مونغ اعلنا عليه عمناول وقلنا علاش وفسرنا وفسرنا المشكله ماهيش في عملناه المشكله ما اطار للحوار داخل هل تقنيا كنتوا حاضرين لإلغاء الأسبوع المقبل المغلق الآن الأسبوع المغلق لم يتم إلغائه بالنسبة للبكالوريا لكن في نفس الوقت هذا خلف ردود فعل الناس تقول علاش وسط العام؟ علاش تعملوا قرارات وسط العام؟ القرارات وسط العام مش قرارات هي تعديل بسيط بسيط هو لا, لا هو تعديل بسيط آه. هو تعديل بسيط المشكله التي قاومت صعوبه عند التلامذه وبعض الاساتذه وهو ضغط الامتحانات معناها المشكله اي توجور بضغط الامتحانات كثره الامتحانات التعديل اللي عملناه احنا خففنا الامتحانات هذاك هو التعديل الوحيد عملناه خففنا من الامتحانات رتحنا لعباد الامتحانات من نظام الامتحان والامتحانات هذاك عملنا التعديل الوحيد عملناه اي هو عندكم مشكله نتاع اتصال يعني. وقت اللي انتم تعتبروا عندنا مشكله في الاتصال وقت اللي تعتبروا بيريسر هيكليه وقت اللي تعتبروا انتم خفف شفتوا من الامتحانات يعتبر تلامذة اللي انتم نحيتولهم لهم السمان لأن لأن, لأن لأن في غياب ما خليتوا لهمش زمن للتحضير ايه؟ في غياب لاخ... شوف زمن التحضير اخ اخي بربي سامحني دياز قريت بالاسبوع المغلق انتي... ايه قريت ايه انا لا ما قريتش بالاسبوع انا ما انت انا ما قريتش في لا لا. امريكا ما يقراوش في الجابون ما يقراوش في فرنسا ما يقراوش وين يقراوا بالاسبوع المغلق هذه بدعه من معناها ال... بدع معناها البيد... بدعه ولا مش بدعه يتحضر التغيير ولا ما يتحضرش؟ السنة حضرناه من نحكيو عليها. نحكيو عليها شوف من عبنا ونحكيوا عليه والغالب مع المغلق كان نتيجه حوار الوطن مم. طالبوا به الاولياء وطالبوا به التلاميذ وطالبوا به الاساده المشكله مش في الاجراء مم. المشكله في تطبيق الاجراء ما الجيد جيد والمشكله في التواصل الكلام ده فهموه بالغلط لهنا جات كلمه الارتجال سيد الوزير لهنا جات كلمه الارتجال انت الياس انت الياس احنا عندنا قداش ونخدموا في مش المؤسسه وكل مره يطلع لنا عراقي وكل مره عباد مش راضيه اخيرا وصلنا لتوافق حول المجلس عليه خلينا نقعدوا اخيرا وصلنا انت ما عندكش اداه اتصال مع تلام أه. ما عندكش اداه اتصال مع معناها الاداه الوحيده اللي عندك وهو الاعلام اي مره إيه؟ اخرى سيد الوزير يقول لك سبقته سبقته الحصير قبل الجامعه عملت مجلس المؤسسه استنيت أنا. انه يكون عندك كنال مفتوح لا معناه يكون معناه عندك معناها ما نعملوا حتى شيء ونخلص ليه لا لا هنا نقول لك شوف وبينا اتفق وهنا أه نحمل ساعات بعض الاعلاميين مش الكل أه مش على السنيه على السنيه شوف ناس تقول لك احنا احنا ديما وينو الاصلاح؟ اليوم في الصباح نسمع احد اصدقائي الاعلاميين كي وينو الاصلاح التربوي؟ منك الناس تقول لك وينو الاصلاح؟ عملت الاصلاح دي تصلح اه ارتجالي ومزروب ومتسرع تفهموا اليوم نتفهموا هذاك علاش الحوار وطني؟ وشاركنا الناس كلها فما اصلاحات نجم نعملها الغاء الاسبوع المغلق عملنا ونجح سي اللي في بلدان وانا نقول لك علاش احنا مم. احنا نشوفوا احسن نتائج عملناها في السنه السابعه سنه دوبوي 15 اون نا في دو بون ريزولتا علاش تعرف علاش تلمت السنه السابعه متعودين بنظام المراقبه المستمره هاو عندنا نتائج سيد وزير اسروا الأوليات أنت يمكن من الناس اللي الآن عندك علاقة طيبة مع, مع وسائل الإعلام تعرف اللي في السياسة وفي الإصلاحات الكبرى الإنطباع الأول مهم ياسر <applause> أي لكن هذا ممكن مش قاعد تخدموا عليه تعرف اللي في بلدان اخرى وقت اللي تجي منعرفش انا حمله للتلقيح ولا وقت تجي حمله للانتخابات ولا وقت تجي حمله تهم الشأن العام يتم التحضير لها من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي من خلال التلفزه الوطنيه احنا يعني يعني نستعملوا فيه احنا وزاره التربيه لا احنا وزاره التربيه ما في على محتوى الحكومه على مستوى الوزاره وزاره التربيه لا احنا وزاره التربيه ما احناش التلفزيون الوطنيه عندنا امكانيات امكانياتنا محدوده انتم دقيتوا الباب سيد وزير قال لكم لا دقينا الباب وعند شكون انا اكثر وزير يمشي المسائل عليهم ويقولوا ما امور هيكليه ما نجمش على وزير بتاع وينوم عليه يقولوا دي ما عليه فما جماعه على الناس ضد الإصلاح التربوي يقول لك نهار كل ما تبوجوا في التلفزه انت نطبخوا انت انا انتبخوا. معناها فما شوف الاصلاح التربوي ماك تلقى 99% كي علي مش تلقى الناس ضده والناس اللي ضده الحمد هو... لله لا لا والناس اللي ضده غالبا هما المسؤولين على الاصلاحات السابقه م. وهم مصلحان على الكوارث السابقه لان صارت كوارث انا بالنسبه لي انا نعطيك مش نكته نعطيك حاجه فما طا فما هندي تخرج من الجامعه قعد عامين يلوج على خدمه ما بقاش خدمه في شاشه بالجامعة على قراراته احنا تشوفهم الالاف من المواطنين العمل هم ضحايا هم ضحايا ذاك علاش نتعاطف معاهم هم ضحايا نظام تربوي فاشل والناس اليوم انا ضد الاصلاح اللي نعملوا فيه هما لا كانوا قائمين انا شنو نقول لكم؟ نقول لهم كانوا قائمين على شنو؟ قائم على الاصلاح التربوي الفاشل انا شنو نقول لهم؟ نقول لهم هاكم جربتوا هيك ما فشلتوا يا خويا خلونا نجربوا وجا نتحاسبوا انا بالنسبه لي النتائج بدات تعطى في شهر مارس فما نتائج في الغاء دروس خصوصيه فما نتائج في منظومه التكوين فما نتائج فما نتائج على الغاء الدروس الخصوصيه سيد مم. الوزير بربي كيفاش الغيتوها بمنشور ولا باش ما فهمتش على خاطر اليوم الغاء الدروس الخصوصيه تعرف اللي فما بالعشرات الاساتذه مازالوا يعملوا في الدروس غينار. الخصوصيه اي نعم اي معناتها شنو شنو نتعاملوا لا من جهه هيبه الدوله لا من جهه قرارات وزاريه لا من جهه شنو وين تعمل هذا اللي قلت قبيله ساعات كلام في الهواء تقولش عليها لا لا اي ايه شنو تعملوا معاه لا لا شنو تعملوا معاه شعارات مش شعارات ايه. اولا اولا الغاء دور السوسية كانت نتيجه احدى مخرجات الحوار الوطني باه متفاهمين فيه طالبت ايه. بيه هو تقريبا التعليم. كل شيء به الشعب اه التونسي اه قاموا اه 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 ايه. به الاولياء قام اما شنو المشكله نتاع دور كما كيما قلتها مره فاتت كي سوق ليبيا الناس كل تنقط فيها والناس كل تشري منها فهمت ما توصل كل شفتها ما برشا يحكيو على التجار الموازي اللي يحكيو على التجار الموازي برشا يشريو من التجار الموازي فهمت وز... من ذكر للمر كان الامر دي لا, لا, ما. لا, لا لا مش المر والأمر فما شكون يقول لك هذاك الان اسقط منظومه دي لا لا, لا, لا المفعول انا ديما نقول تتصرف معاه مع اسمعني اسمعني آه الاصلاح آه التربوي مش ملف فني هو ملف حضاري وملف سياسي وملف مجتمعي ويلزم حاضنة شعبيه شوف اولا وزاره التربيه ما هيش باش تعمل شرطه دروس خصوصيه وما حناش باش نداهموا الديار ومحناش حناش باش نشوفوا شكون ما يعملش، وإحنا ما حناش باش نقبلوا شوف إحنا نعملوا على. وعي. تفاهم، ووعي المواطن، وراه نقول له يا مواطن يا ولي راه دور الخصوصية تجيب شيء لولدك، وما قدمت حد شيء، اه أنا شخصياً عمري ما قريت دور الخصوصية، وممكن جيلي كامل مخرج دور الخصوصية، ودور الخصوصية هي نتيجة منظومة فاشلة، كي المنظومة تو طيب الناس ما عادش تمشي للدور الخصوصية، إحنا قلنا نمشيو بالتدرج المبدأ وهو الغاء الدروس السوسية، الغاء مش نلغيها مش نلغيها مبدأ الغاء، أما قلنا نمشيو بشوية بشوية كيما نرجع نرجعوا ل 20 ندرجوا بالعباد، إحنا قلنا مكان التدريس الطبيعي هو المدرسة، وفرنا الإطار وفرنا إطار القيمين وفرنا القاعات وفرنا الوقت وأعطينا إمكانية دروس خصوصية في المدارس لأن ما تنجمش تبدل المنظومة في النهار برك. اليوم عندنا 50% من ما هو مدى نجاح؟ شوشو. ما هو مدى نجاح؟ مدى نجاح مدي أقول 50% وأنا عندنا إحصائيات من الدروس الخصوصية اليوم في المدارس. معناها حتى كان ما زالت بعض المدرسين يقريوا عندك 50% من ألغاء دروس خصوصية وعندنا إطار قانوني لأن فما عقاب فما عقاب وراهو فما شكون تعاقب؟ فما بيان سور فما شكون تعاقب. فهمت وضعنا منظومه عقبية احنا ماذا بينا ما نمشوش ديما العقاب، ماذا بينا نعملوا على التوعيه وعلى التوعيه وعلى التوعيه مم. راهو هذاك هو، هذاك هو الديمقراطيه، توعي فهمت ما نمشيو بشويه بشويه، احنا نعتبروا واحد نجحنا لان اخي الناس ولا تقرا في دروس خصوصيه في المدارس اشباحه ما عادش قراو في الديار، برشا قراو في المدارس، برا امشي لاي مدرسه تلقى دروس خصوصيه، نجاح 50% عم الجاي انه في 5% وفيما بعد قال الغى بشويه ثم تدرج رحنا ما نتعاملوا شوف الحداد والنجار كيجي يجي قص قص حتى مش رح نتعاملوا مع بشر نتعاملوا مع صغار نتعاملوا مع وراهقين ويزمنا نمشيو بشويه بشويه وشوف وشوف يا رب ابتداء من السنه المقبله تخلي على العشرين 20% في البكالوريا شديت فيه صحيح الاجراء هذا علاش ولو كانت توضح الان معنى عمليا كيف كل الامور العام الجاي وفي 20% شوف ديما هذا مساله تدرج احنا المبدا الوقاع توافق فيه في الحوار الوطني وإذا فما توافق كامل من الأسرة التربوية يجب إلغاء العشرين في أنت عديت الباك بالعشرين في المئة. لا لا أنا ما عديش بالعشرين في المئة. الفرنسيس ما عداوش بال 10% الامريكان زاد هذه بدعه من بدع بدعة فتره بن علي مم. ما هو احنا منظومه كامله باهي اش قلنا؟ احنا بدينا عم ناول اه بدينا نحدوا من, اه من 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 اه الجوانب السلبيه شو معناها؟ يعني برشا اولياء وناس بتسالوا الاولياء عام 86 خرجوا يحطوا في البريفي فهمت؟ 18 و 19 ونعرفوها الحكايه. م. احنا قلنا عمناول بديناها عمناول وكانت تجربه ناجحه والناس كل قالوا لنا برافو. قلنا اكثر من ثلاثه من 3 بوان ما عادش تحسب. وعمناول 60% من التلامذه ما ما انتفعوش بال 20% يعني تجربه ناجحه. قلنا خلينا نزيدوا نواصلوا التجربه السنه. العام الجاي مم. ما خلي تلام نحن في فبري والتلام داخلين في منظومة الدراسة والسانس وبالبان بورسان وديجا احنا حددنا نقصنا وتعلمتوا من قراراتكم الفيت اللي من عشرة عام الجاي اولا احنا بحيت. قلنا عام الجاي المبدا وهو الغاء العام الجاي اما ما حناش باش نلغاها زاد بالارتجالي والمسقط وشنو هو والمزروب وكل الكلام <applause> الزايد قلنا عام الجاي باش نخليوها تنضج عام الجاي احنا قلنا له شانس باش عام الجاي بدنا مجلس مؤسسه يقع فيها نقاش يقع فيها حوار وياخو اتخاذ القرار بالغاء المبدا والتوجه هو الغاء اما من نغيها كان في اطار تشاور كبير احنا نحبوا نحبوا اش قال هو بورقيبه قال نحب شعب قاري متعلم خير ما نحب شعب مش متعلم احنا نحبوا اصلاح مقتنع به لو برومي بينيفيسيير وهو التلامذه يعني نحبوا التلامذه يسمعوا راهو نعملوا فيه ليكم له للوزير وله الاستاذ نعملوا فيه ليكم معناها نحبوا تلميذ مقتنع احنا من الحوايج الاصلاحات الكبرى مش نعملوا نظام تاع نعلموا التلميذ على المبادره وعلى المسؤوليه هذاك علاش عندنا رؤيه كان باش خرجوا التلميذ يخدم في السبيطار شويه ويخدم في البوسطه شويه ويخرج شويه وقتاش في اني بدينا بدينا فريانه بدينا بشويه بشويه م. بالامكانيات راهو امكانيات محدوده ما برشا كيران احنا بدينا استلمت الابتدائي في الجراند تونيس يعديو نهار كامل في ستي سيونس يخرجوا بدينا بالانشطه الثقافيه اثناء اه واللي في الارياف السناج عليه احنا عملنا السناج جي تي سي عملناها في المدارس الريفيه راهو عملناها في المدارس الريفيه عملنا عندنا عندنا وثلاثين الف تلميذ شاركوا في ايام قرطاج المسرحيه وعملنا ايام قرطاج السينمائيه في الارياف شوف ما هو هذا نقول في الارياف شعمان واصلاح ربما برشا عباد ما تعرفوش احنا اغلب المدارس الريفيه جزء كبير من مدارس سليانة وسيد بوزيد والكاف والقصرين اكل تونس المنسيه تونس اللي ما عرفتش تنميه انهينا العمل بنظام الفرق تعرف شنو نظام الفرق؟ نظام الفرق اللي كان ينخر الريف التونسي يعني نظام الفرق تلقى سنة أولى سنة ثانية فرد قسم أي. وبود سيزان يبدأ قارئ ثلاث سنين يمشي للكوليج يلقى روحه دي باسي ينقطع أهم سبب للانقطاع المدرسي وهو نظام الفرق رجعتوا 15 ألف سنة رجعنا 15 ألف رجعتوا 15 ألف ونقطعين الدراسة وأنهينا العمل بنظام الفرق فدلسين. واكثر ماشيين في الدمج المدرسي أي. ماشيين برشا عباد يقولون علاش الدمج المدارس احنا عندنا 560 مدرسه اقل من 50 تلميذ تعرف المعدلات الاوروبيه قش من تلميذ في القسم 250 تلميذ في الابتدائي احنا عندنا مدارس فيها زوج تلامذه ومدارس فيها ثلاثة تلامذه ومدارس فيها ستة معلمين وزوج تلامذه وعندنا مدارس مازال نستنى أو التلميذ الوحيد يقرا فيها مازال ما جاش يعني اولا التلميذ الا في زوز مدارس هذو ما عندوش حياه اجتماعيه ما باتش ما تنجمش تعملوا انشطه ثقافيه، ما تنجمش تعملوا انشطه رياضيه، ما تنجمش تعملوا حتى شيء، احنا قلنا هذاك علاش تو والدمج ياخذ بعين الاعتبار المسافات ياخذ بعين الاعتبار بيان أي... احنا قاعدين نحلوا في مشاكل النقل، احنا باش نوفروا النقل ونوفروا الاكله في نص النهار ويقع دمج المدارس وخاصه هذه المدارس اودولاتو سا مدارس تكوينها ضعيف، التلميذ يتكون ضعيف، هذاك علاش نتيجه لهذه الكارثه وهو ان في الجسرين ما حتى واحد مش الكليد بالطب كليه الجسرين ها عندنا ضعف أضع اضعف نتائج البكالوريا احدى الاسباب الرئيسيه على هذا في الانقطاع المدرسي قل لي برشا عباد يقولوا وين الاصلاح الطرب وين التطرب القطاع المدرسي تم عندنا عوام احصائيات م. او عندنا قداش من 1000 او ألف او ثلاثين ألف او 12000 احنا سنه إحصائيات وانا قاعد نشوف الاحصائيات احنا صناع منهم بالاسم واللقب وبالعنوان ومع التعامل مع وزاره ما رقم ما رقم ونجيبوا فيهم نجيبوا فيهم ونوفروا لهم في ظروف الانتجراسيون لان تجيبوا بعد يروح م. معناها اون في وساعات برشا حوايج ما نقولش عليهم وزاره التربيه برشا حوايج ما نقولش عليهم التربيه اما احنا هاو قاعدين الناس كل تحكي 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 على لا مركزي دي لا ديسنتراليزاسيون احنا بديناها ديسنتراليزاسيون اون ا كومونسي احنا من هنا لثلاثة شهور اخرين باش نعملوا في كل معتمديه اداره محليه للتربيه نقربوا الخدمات من المواطن نقربهم من الاستاذ وبدينا فيهم اون ا كومونسي معناها معناها ماهيش خطاب اي فو لان فما مناطق ريفيه بوزيد المندوب عمره ما نجم يغطيهم وكانوا اون ديسونتراليز باش نحاسب باش نحاسبوا في البنيه التحتيه باش نحاسبوا لان الموظف ما نجمش الناس كل معناها تحكي على الاولياء احنا ابارتير دو 15 دو 15 مش يبدي سيستم دي اس ام اس انت سي خمستاش الياس 15 في, في فيفري ويزمها تبدا ومش تبدا انت سي الياس ال 15 معناها تو روسوا اس ام اس كان ولدك غايب كان نتائج خايبه كان عمل حاجه خايبه بار اس ام اس هذا الكل اون لو في افيك تخي بو دو مويان هذا باش يتم على كل على الجزء كل المدارس على كل المؤسسات التربويه الكل الكل لأنه ديجا عممنا الانترنت على المدارس هذا العباد ما تشوفوش بي افيك لو ترافاي كولوسال اللي تعمل فيه وزاره اذا تقنيه الاتصال مع سي عمل الفيري قاعدين نعموا قاعدين نعموا هذا ربما ما نحكيوش عليه برشا انا اما ادخلوا وشوفوا وزاره التربيه فما اصلاحات ربما ربما لو ما حبنا اكبر حبنا اكبر اما ثم برشا معوقات مجلس ثم ثم عمناو الرغم هذا الكل تعرف ملف الاجتماعي كان ثقيل م. كان ثقيل وبرشا عباد ما تعرفش احنا ورثنا ملف اجتماعي ثقيل ورثنا ملف ثانوي ومرثنا ملف الابتدائي ورثنا ملف القيمين ورثنا ملف حليتهم وحدك ولا حليتهم مع رئيس مع رئيس الحكومه حليناهم مع رئيس الحكومه وحليناهم مع الاتحاد العام للشغل واليوم احنا مع الاتحاد العام للشغل انتقلنا من ربما الصدام الى تعامل فعلي وشراكه حقيقيه انا اليوم نحيي نحيي اتحاد العام للشغل يد الشراكه اليوم احنا ديت في اليد نصلحوا في المدرسه سكرنا ملف تسكير الملفات الاجتماعيه مستهل مش سهل مسحين سكرنا ملف الجمعيه وكان ثم برشا شجاعه من قبل الحكومه وبرشا شجاعه من قبل الاتحاد بس سكرنا ملفات تو قاعدين لكن فما فما وال... فم كلام على التفعيل وقت بدأ التفعيل فعلنا كل شيء فعلنا كل شيء امور واضحه آه كل شيء صدر بالرأي الرسمي ما عاد حتى عندنا اشكال سيد الوزير انا في جلول نحب نسلك على مجلس المؤسسه هذا مشروع كبير م. سيكون يمكن حجر أساس المجلس المؤسس سيمكن من أن كل المدخلين يكونوا ممثلين داخل المؤسسة التربوية المشروع وقتاش وقتاش ينطلق وكيفاش هو. وكيفاش يكونوا الناس اعضاء هذا هذا المشروع عندنا عوام نخدموا فيه وقدمناه ثلاث مرات للنقابات وعاودنا صلحناه وشفنا مطالب النقابات وعاودناه آه تو يجي جمعه براتيكمون عملنا الاخراج كامل لأنه يعني كنت برسك مش اعطينا اعطينا الخطوط العريضه آه النقابات طلبت مزيد مزيد آه المراجعه والدراسه بالنسبه للنقابات الجهوية لان النقابات المركزيه امورها واضحه معاهم نهار 11 و12 هم مشز عليهم نقابات الكل ديبتي ديتاي و آه هذه الكواليس اعطينا المجلس مؤاسفه باش نذكروا كيفاش باش يكون مش يكون فيه ممثلين للطلاب اي وممثلين للاساتذ كيفاش بالانتخاب, بش... بالانتخاب بالانتخاب بالعكس احنا احنا عملنا كيفاش انتخاب وعملنا حتى يوم الصمت الانتخابي فما يوم صمت انتخاب ومش نشاركوا نشركوا جمعيه الاولياء تصير الانتخابات في بدايه السنه الدراسيه ان شاء الله انا ما بين الحد... لا 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 سنة. سنة. ما بين 11 و 12 نقابات معناها لي بتي المبدا متفقين فيه الناس الكل ان شاء الله بعد العطله هذه تصير انتخابات بعد العطلة هذه تصير و... انتخابات مجلس المؤسسات و... وتدخل حيز التنفيذ من بعد تتولي معناها مؤسسات من مؤسسات التربية في تونس ونسمع بعضنا تكون فيها تتلم قداش من مرة تتلم عند الطلب تتلم أسبوعيا كيف تقريبا شو ما حدناش أما جنرالما عندها نبريليسيتي وفي حالة مشكلة تتلم وتقريبا الكل ممثلين فيها الأول. وانا اهم حاجه وهو تمثيليه الاولياء والتلامذه لان احنا في الاصلاح التربوي قنا مشكله في التواصل مع الاولياء مع السرفيس ده سمس انا مش نولي عندنا اتصال مباشر مع الاولياء مع اذا لا مركزيه واذا الاداره المحليه براتيكمون باش نحطوا الاطار العام أي. للاصلاحات الكبرى لان عام الجاي باش نبداو في الاصلاحات الكبرى يعني البرامج والزبر المدرسي باش نبداو في الاصلاحات الكبرى اللي يلزمنا فما توثيق الرجعه الصدى نتاع مجالس المؤسسات نحو سلطه الاصلاح Exactement. هذا هو الميكانيزم اكزاكتومون آه. كل اصلاح قبل ما نبداو في تفعيله احنا عندنا ورشات تخدم ورشات المختصين ستا... ما يتم الاسلحه يتم طرح الاسلحه الكبرى اللي مع مجلس المؤسسه المؤسسه يتناقش مع الاولياء والتلامذه والاساتذه والقيمين والاداريين مم. والعمل ناخذوا فكره ثم نمشيو المكين الماكينه احنا نحبوه اصلاح دائم الشامل ما يكونش مرتبط بالنججلون جلول نحبوه معناها لعبه تنسى لفم وزير ويكون اصلاح المؤسسه التربويه هي نفسها تشرف على الاصلاح، انا نقول لك بصراحه اسباب اصلاح فشل 1990 الاصلاح القديم اللي هو كان اصلاح كبير لانه اصلاح قاموا به الاساتذه جماعيين، احنا اليوم الاصلاح يقوموا به الاساتذه والمعلمين والقيمين والتلامذه والاولياء هو اصلاح هذاك علاش قلت لك الاصلاح التربوي نرجع لك الاول كلامي هو ملف مجتمعي وملف يهم المجتمع التونسي الكل يهم الحساسية متفائل فرحان بالعمل اللي صاير لحد الآن متفائل جدا وإن شاء الله نكمل والى اليوم انا متفائل لان عندي خبراء ممتازين عندي مديرين ممتازين مم. عندنا اطار تربوي رغم كل ما نقول عليه هنا في بعض الاحيان قاسي معاه لأن ولي تربوي معنا اطار تربوي ممتاز عندنا اساتذه ممتازين عندنا معلمين ممتازين عندنا قايمين مناضلين رغم نقص الفادح في اطار القايمين عندنا قايم ممتازين عندنا ناس منظمين المرافات مشيت المغيلة جبل المغيله ونسمى الارهاب بقيت مدير مدرسه حييه قيتوا يزرع في الزيتون وقيتوا يزرع في في الخضره وقيتوا عامل بيت زميلاته اللي جابش تروح بيتهم قيت فيه البو والخب والى غير ذلك انا المره فاتت مشيت الماتر المبيت توليدات صغيره العشرة 10 الليل قيت المديره بيتها غادي بيت اكثرها غادي المديره قيتها المديرة لاهي بوليداتها قيت المديره عندها وليد مريض لا هي بيه وتطلب في الحبال المدنيه عنا عنا آه انا ساعات نقول عنا بي. بعض المشاكل اما عنا اطار تدريس ممتاز انا نقول الشعب التونسي آه اطاركم تدريس ممتاز اداره تدريس من معلمين وساده وقيمين واداريين وقع تغيبهم وقع تغيبهم لسنوات اليوم حان الوقت لما يرجعوا حان الوقت لم يرجعوا ولان الاصلاح التربوي هو اصلاح متاعهم والمشروع هو مشروعهم وكان مش ينجحوا هما وكان شفتو هما اما انا ما عنديش ما عنديش ذرة من الشك احنا مش نشوف آه آه معرض الصحافة الرقمية الصحافة الإلكترونية نفتحوه مع موقع تونيزي نيميريك بريزيدانس دو لا سليم عزابي سكسيد رضا بالحاج رئاسة الجمهورية سليم عزابي يخلف رضا بالحاج بطبيعة الحال تلقاو في معرض الصحافة الرقمية أكثر معلومات آنية بما أنها آخر المعلومات وآخر الأخبار اللي تم نشرها على امتداد اليوم موقع الجريدة ينشر تصريحات للسيد ياسين إبراهيم أزمة النداء أثرت سلبا على الاستقرار السياسي موقع أغابيكس أرابيسكي عنون بعد انهيار حزب نداء تونس أحزاب مهدي جمعة ومحسن مرزوق في الطريق. موقع الهافينتون بوست مغرب ينشر اونس جابر رمبورت سون دوزيام دو لاني جابر تفوز هذه السنه بلقبها الثاني في الولايات المتحده النشره الالكترونيه لجريده الشروق وبالتصريح السيد شفيق صرصار اجراء الانتخابات البلديه ممكن قبل موفى سنه 2016 هذا يبقى رهين القوانين الانتخابيه ورهين الباب السابع كذلك من الدستور برشا خدمه ما زالت جوهره افامي يعني عن تونس تغيب عن تصنيف افضل للجامعات الجامعات العربيه وننهي بموقع غياليتي دي انفون دو تريزون مؤسف جدا الخبر هذا دي انفون دو تريزون دايير لا مور دو لاجون دو اطفال اطفال تتراوح اعمارهم بين 13 16 سنه وراء وفاه عون ستيغ آه هذا تقريبا رمي بالحجاره صار للعون ال... عون الستاج وهو فوق الخدمة مما أدى إلى وفاته وأزناسته كانت في نوع من الاحتقان اليوم بما أنه الحقيقة فضيحة أنه صغارنا اليوم يوصلوا إلى هذا النوع من السلوك الحضاري راجل يخدم معلق في بوتو يضربوا بالحجر حاسبهم أمور كبيرة ياسر نمشي آه، معاك لا, أي... لا لا بربي نحب نتوقف على الخبر هذا لأنه مهمين و... وهذاك علاش كم نقول فيه أولا تصنيف الجامعات التونسية تعيس تعيس خارج تصنيف هو خارج تصنيف لان البرودوي يبدا من التحذيري عنده مشكل هذاك معناها انا نقول من ساعات يقولوا لي تحب توصل يعني علاش تحبوا في برش عم سلح. سلح تصنيف ممتاز. ورغب الاصلاح برجع عم الاصلاح نوصل قال لي تصنيف تجمعات ممتاز وراه بالاصلاح التربوي اللي نعمل فيه. يعني نعملوا فيه لان نعملوا بعد مش تمشي للجامعه متخرج معنا ثانيا حكايه الصغار ضربوا بالحجر مش اول مره لان عندنا برشا عنف في المؤسسة التربويه عندنا عنف برشا عنف برش. و... وانا قلت علاش برشا عنف ما تعرف التلميذ طاقه تو انرجي التلميذ طاقه تو انرجي اور التلميذ هذا الطاقة هذه كميزاج ميزاش الانشطة الرياضية والانشطة الثقافية ميزاج المسرح والسينما بيان اي كلام جميل كمال معروف نعملوا فيه بالعكس أنا نعملوا فيه عدد نوادي برا شوفوا عدد نوادي انا ما نقولش كلام انا نطالب الأولياء يشوفوا عدد نوادي مي بتي عدد نوادي راهو كان نحبه شوف كان نحبه ننجحوا انا ديما نقولها ونعاودها ونعاودها تحبوا نبدلوا بصفه جذريه المجتمع التونسي. يلزمنا لا لا يلزمنا النظام اللي نطالب به ونحب نعمله وان مم. شاء الله نعمله عام الجاي في الابتدائي تلميذ الثمانيه يقرا نفس النهار يفطر في المؤسسه العشيه يعمل انشطه ثقافيه هذاك هو الحل وهذا الحل في البلدان المتقدمه وهذا هو الحل وما فيش حل اخر. احنا بلاد متقدمه؟ يلزمنا المتقدمين شوف كيما نقول التخلف راهو ماهوش مالديكسيون التخلف سبائن معالي اخي ما هو كنا متقدمين في العصر العباسي والعصر الاغلب <متحدث> وهم كانوا متقدمين التخلف ما وش في الكروموزوم تاعنا واحنا قبل كنا شعوب عظيمة ويزمنا نرجعوا لمجدنا ومن نجم نرجعوا مدنا كان بالمدرسة الحل وهو المدرسة <متحدث> سباحة سيد ذي كان هو يقرأ من ثمانية ونص نهار ومن بعد عنده أنشطة أنشطة ثقافية العشية وقتش يراجع دروسه التلميذ مش برش عليه اخي في الأنظمة الراقية <applause> ما يراجعوش ما يراجعوش في فنلندا في فنلندا اي معليش انا ما نقولش فنلندا انا ديما نقول باش نعملوا صلاح تونسي اي اه هاوكا آه في تونس فما بعد مدرسة ابتدائيه سان كارتابل وسو ممتازين مم. يولي يراجع في راجع في المكتب يولي في المكتب اخي, أخي جيلي انا قرا بالبرمانونس يراجع في البرمانونس شو معناه تلميذ نفصل الليل ويقرا مم. تلميذ صغير دوره يقرأ يرقد تسعه ما نحب نعلموه المواطنه نعلموه يرقد بكري يقوم بكري هذا من الحوايج من الصغير مش لحداش مش لحداش تليل وحضر في الدروس خاطر نقعدوا على امتحان مش معقول. شوف باش نخرجك شويه من المدينه الفاضله خاطر الكلاب الحقيقه هي لا مش مدينه هي. فاضله هي المدرسه الفاضله هات هات نمشي لوالد محمد صديق اليزيدي السيده ماجده اليزيدي محمد صديق تلميذ بالمدرسه الاعداديه الزاويه الجديدي في بني خلاد من ولايه نابل محمد صديق نهار 8 جانفي في 2016 في ساحه المدرسه يتعرض لحادث غريب خنزير يدخل ساحه المدرسه يضربوا يطيحوا على جنبه وين الساعه اي نعم وين؟ في زاوية جديد اي في زاوية جديد في أي. جديد زاوية وين يجي المدرسة في صفح جبل درق. اي في صفح جبل ليه؟ لكن ليه؟ ليه لا 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 باش تكون واضح لا لا واضح 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 غير عادي في كل الحالات غير عادي في, في كل الحالات غير عادي الإصابة في ساق في, في ساق على اليمين كان الضربة صارت له هنا الخدوش الكل من بعد يمشي يمشي ثلاثة أسابيع من بعد الحادثة محمد صديق الآن بالأنسولين مرحبا مدام مجدة اليزيدي مرحبا بك مرحبا عايشك مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه شنو اخويا محمد صديق والله يا... زي ما نقول الحمد لله اما بربي باش نصحح معلومه صح. المدرسه ماهيش في سطح الجبل المدرسه في قلب المدينه واضح ولا في وسط البلاد المدرسه أي. واقرب جبل هو جبل طريف لين 17 كيلومتر اقل شيء من سيره أخرى من طريق قربه اقرب منطقه فيها جبليه اللي هي تبعد حوالي اكثر من 20 كيلومتر ما الوزير راهي ما هيش مدرسه في سطح الجبل في وسط المدينه هي إيه ما بي. قريب بي. بي. اكثر انه معنا من يجام في. في الوزير ما في بالوش اللي فما في في حرم المؤسسه الضوية. <applause> لا لماذا نصحح لك ملي جبت له على الموضوع مع بدايه البرنامج قال لي هو في باله ولذا في بالك بالموضوع ولا في بالك شوف باش نكونوا واضحين خلي جاوب لا 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 شوف لا مجده لا مجده. شو شوف لا لا لماذا ميسيرش خلي جاوب باش واضحين اولا انا متضامن مع الولايد ووزاره أه. التربيه مش نحاولوا اون لو بلون شارج صحيح لان الاعتداء عليه صار في حرم المدرسه مش واضحين هذه صارت وقت اللي صارت أنا كلمتني المندوبة ورفعتي تقرير لاي. ودخلت المندوبة في الإعلام والولاي هذا معناها تبعناه صحين وخرج لباس من تبعات م. الفجعة ولا تبعات اللي هو السكري السكر. مرض السكري لأني. من أول نهار كلموني وكلمت السيدة المندوبة باش تبع الموضوع م. أما راهو هذا الخنزير دخل من الباب أي دخل اه من الباب حسب تقرير دخل من الباب والبيبان التقرير. في وقت دخول التلامذة معناها معناها ماهيش غلطة للحارس ماهيش غلطة حتى حد التلامذة داخلين وتخلي الخنزير معناها آه معناها ما يتحمل مسؤولية القطع لا المدير ولا العساس لا لا باش نقول لك حنا تبقينا وقت اللي وقع فحص وثبت وخرج لاباس من السبيطار معناها تابعت العملية والسيد المندوبة تابعت العملية بارمي لي كومبليكاسيون هو سي انا متعاطف مع الاولاد وزاره التربيه ومن اول كلمه المندوبه اقول لها اعطيني تبعنا تبعنا الملف تبعنا الملف خليها تتكلم <تكلمس> مدام ماجدة الآن أنت يمكن زاد اللي حاس في نفسك وما ما تصل بك حد ها؟ أه؟ لو كان تعطينا لو كان تعطينا تفاصيل على مدة الدقيقة اللي ما زلت خلينا معك تفضل أنا حاجة واحدة باش نوضحها السيدة المندوبة ما في بالهاش أنا بالصدفة خلي أني موظفة معناها أنا عندي اجتماع في المندوبيه الجهويه للتربيه وانا اللي اعلمتهم اللي ولدي راه سي ديزولي باش نخرج في وسط الاجتماع باش نلتحق بولدي في المستشفى وانا اللي علمت المندوبه معناها مش مش تبعته حق معناه ما تبعني حد وما ريتش حتى حاجه تدل انه تبع انا بحكم وظيفتي معناها المعلومه الاولى خذوها مني انا والمعلومه الاخرى زاد على تطور التعكر الحاله خذوها مني انا هذه حاجه اخرى اليوم شنو احوال محمد صديق وشنو طالبه مدام فوالا تفضل اليوم ولدي بالانسولين مازال صغير ولدي متميز متميز جدا معناه اي مازال صغير معناه اذا كان تلميذ مميز كما هذاك باش يقعد عمره كل بالانسولين هذا اللي يوجعني انا نحب وزاره التربيه اليوم تتكفل اذا كان فما حل اخر طبي معناه اذا كان فما حل طبي اخر يا ريت فقط ما طالبه حتى شيء لا. طالب لا ماجده. يواصل في التميز ويواصل قرايته بارك الله فيك هذا هذا نشكرك عليه لما لكن هذا اللي طالبه انت هو انه يكون عندك طرف من الوزاره تحكي معاه من الوزاره يكون... ايه من وزاره التربيه سيد وزير قلت انا انا مش حق شوف الى طرف نحكي لا معه لا على الوضعيه انا هي. انا وبصراحه معناها من اول نهار صارت ما علمت مم. وعلمتني سيد مندوب وربما كي قالوا لنا خرج لباس و هاو يبدو انه فما تعقل قلت هو بروبليم. اللي بروبليم وزاره التربيه والله انا كنت نخمش نزور الولايد رغم الضغط على انا في بالي وعلى بالي بالدوسية وعلى بالي قلت لك بالي وانا متضامن مع الولايد كما متضامن مع كل الاطفال ووزاره التربيه اذا ينتظروا وزارة التصار. حملة كل مسؤوليتها واضح. آه نعملو كل ما في وسعنا كل ما في وسعنا احنا وزارة التربية معناها في كل حالات تتكفل بالعلاج لأن ولادنا هذوكما وهذا ولدنا ومتضامنين معاه آه الا غالب معناها واضح. معناها انا متضامن معاه وزارة التربية مستعدة هذا التزام من عندك على المباشر التزام, التزام واضح. كل ما يمكن باش نعملوه نعملوه لان لاكسيدون مالتو صار عنا وهذا ولدنا ونفهم انا الم الام انا كذلك ولي وانت ولي فما الم اما ان شاء الله لاباس لا لاباس شاء الله لأ لاباس ودور التربيه مستعده باش تحمل كل التبعات كان ثم اي حاجه نجم نعملها تفضل لا انا انا اليوم عمره ولدي 15 سنه غينا له الانسولين اللي هو غالي على البريزون شارج نتاع الكنام نتاع بوه نهار اللي ولدي يقعد بالانسولين يولي عمره 20 سنه شنو نعمل؟ باهي مدام قال لك باش نتصل بك الخطوه الاولانيه واضحه هذا كلام باش يصير من بعد غضوة. بيناتكم واضح, واضح. غدوه 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 تنتصل به انا شخصيا يقول لك الوزير ونحلوا كل المشكل فوالا يقول لك انا نتصل بك ونحاولوا نلقاو الحلول لا ماجده بارك الله فيك بوسه على جبين محمد صديق اليزيدي بارك الله فيك وشكرا لك على التدخل نتاعك سيد الوزير تقريبا مازال قداش مازال لبنى مازال تقريبا خمسة دقائق سبعة دقائق معاك نحب نحكي فيهم معاك على الوضع العام سبعة دقائق <muchan> شوفوا المؤشر هذا انت في المؤشرات الاخيره اليوم حسب امرود كونسلتينغ مثلا جان في 2016 في المرتبه الاولى في مؤشر رضا توانسه 39.2% امام زملاء اخرين كما الغرسلي وكما العايدي وكما ياسين ابراهيم وغيرهم هاوكا قدامك عندك بلوس 16.2 زايد 16.2 صعود جنوني لناجي جلول هالصعود هذا هل يدعوك إلى أدوار أخرى في المستقبل السياسي؟ كيفاش ترى الأدوار؟ فمش أحكي عليك مؤخراً على أساس رئاسة حكومة. معني أنت بهذه الخيارات شنو طموحك السياسي نجد؟ أنا أولاً أولاً نشكر الشعب التونسي على هذا الثقة وراهو لو خاطر وزير التربية الناس تحب الإصلاح وأنا حالياً اللي يهمني ويهمني ويهمني هو الإصلاح التربوي. الك ما عندي الطموح الوحيد ألا عندي وهو هالمدرسه التونسيه ألا كانت متميزه نرجعوها لمجدها ونحب معناها كل انسان ولده يتخرج من الجامعه ويلقى خدمه ويبني دار ويعيش متعرض وما يمشيش لامبادوزا يقول يرحم والديه م. كان كنت حي يرحم والديه كان مت قل لا يرحمه اذا معني بادوار كجدهم. سياسيه اولى؟ معني بوزاره التربيه الى حد الان معني بوزاره التربيه كهو. أكاهو. وهو أهم ملف معناها ثقة لعطاها السيد مم. رئيس الحكومة هالملف هذا وهو أنا أهم ملف جميل كيفاش يقرأ كيفاش يقرأ آخر تطورات نيدا تونس هل اليوم الحزب هذا الأغلبي اللي تونس عطاوه ثقة في انتخابات 2014، الحزب هذايا الآن أصبح زوز أحزاب. استقالة ب 22 نائب من الكتلة من الكتلة النيابية. أنت تعرف قلت تقريباً أشهر التالية في نوفمبر 2015، باش نذكرك شو قلت. نيد تونس يعيش فترة مخاوف الحزب لن ينقسم. وأعيدكم أنه سيفوز في الانتخابات القادمة بأكثر من مئة مقعد مقعد <applause> هذا الشمس فان في نوفمبر ألفين قراءة خاطئة الأوضاع حزب كربس والآن شكون خلك كربس المؤشرات الكل تقول هذا وزاد ايه فما حاجه اخرى قلتها ايش قلت؟ نحن في فتره انتقال ديمقراطي مم في اعاده تشكل الاحزاب السياسيه وتتشكل الاحزاب واحزاب جديده تنقسم نيد تونس كحزب قراءتك ساعات رومانسيه لا لا, لا مش رومانسيه قراءه سياسيه وانا نعتبر روحي نفهم شويه في السياسه اي ولذا آه شوف الناخب اللي انتخب نيد تونس واليوم مشروع تونس يضرني مشاش لبلاصه اخرى توجور لا توجور لا ناخب النادي تونس اللي يعني انتخب نيد تونس الانتخابات اللي فات يمثل 70% من الشعب التونسي حداثي تونسي مسلم معتدل مالك ذاك هو التونسي هذايا الناخب انتخب معناها مشروع على تونس الفكرة مازال موجود وكي غدوه تجي لا كي غدوه تجي يجي خيار اخ ها اليوم فما تشكلات قاعده جديده يجي خيار يجي أي. خيار كما كتله محسن مرزوق اللي هي كتله محسن مرزوق في اخر المطاف هي مشروع سياسي لدى تونس ما تبدلش ما مش مشروع هو استكمال هالمشروع استكمال المشروع البورقيبي معناها انت فين في هذا الكل انا ما في المشروع ونوم المشروع اما ربما جبت روحي شويه على عركه نيدا تونس فمش حلول اليوم القياده المنبثقه على شوف على مؤتمر الوفاء جاوبني إيه إيه سي لا باش نقول كلمه فما حاشين وبيت لها بالشقوق اللي لها بالشقوق في في المدارس. في المدارس انا خيرت لها بالشقوق في المدارس انت لكن هذه فيها برشا دبلوماسيه تحب ولا تكره تحب ولا تكره انت وزير منبثق على حزب اغلبي تقدمت على وزير معني معني بواقع نداء صحيح اللي هي بالشقوق تقنيا فيما يخص المدارس لكن اليوم انت القياده اللي انبثقت على القياده اللي انبثقت على مؤتمر الوفاه هذه شو رايك فيها اليوم اللي موجوده اليوم على كل العناوين انا قلت انا صرحت أي قلت مؤتمر سوسا وليد ميتا لكن دميت اليوم انبثقت عليه قياده ويحكي معها رئيس الحكومه و... شنو رايك في القياده وهذه القياده ممثله جزئيا لنيدا تونس ما تمثلش كل نيدا تونس جزئيا جزئيا اي جزء تمثل؟ تمثل شق من تونس اي شق تمثل؟ تمثل مشروع من المشاريع تمثل مجموعه من تونس انا مجموعه ما انا ما يهمنيش كنت تمثل المهم ان اليوم جزء هام من مناظري وكوارث تونس ما يلقاوش براحم في هذا القياده واقف فما زوج حلول وبيا انت تلقى روحك ولا نحكي عليك انت قاعدين نجي انا ما لقاش روحي في هذه القيد ما تلقاش روحك مش في الحكايه مش في الحكايه اليوم في هذه القيد انا في هذه القياده ما لقاش روحي في هذه القيد اما فما زوج حلول مم. وبيا آه تختار الحل السهل وانا خرجت وبالسلامه والكل كما انا جو سوي ان غاري بار تمبيرامون ولا تقعد في الحزب هذا تصلح تقدم انا قدمت مبادره قدمت مبادره مم. والمبادره هذه قاعد قدمتها للاصدقاء في نيدا تونس أي. وقدمتها ل آه سي محمد الناصر وقدمت للناس كل وقاعدين سما مخاد لدراسه مبادرة نصلحوا ونقدموا وقت اللي تقرا وقت اللي تقرا الاستقالات المطهاتله من نيدا تونس م. شو قرأتك لها؟ هل هي سما ازمه في نيدا تونس؟ اي هي يعني كريز متفاهمين؟ اي والكريز افي نورمال نيدا تونس كما الصغير تولد عمره 7 كيلو م. تولد كبير برشا في فترة قياسية ربح زوز انتخابات كبرى فما حزاب عندها 40 عام فما حزب نعرفه ما جاب حتى صوت تولد قبل الحزب الحر الدستوري التونسي ما جاب حتى شيء فما أحزاب اندثرت فما احزاب ما ازمه ثم احزاب واعطيني حزب في تونس اللي هو ما فيش ثقه علاش يقول اللي هي مكنه انتخابيه وكهو ماهيش حزب. اي كل حزب يزم مكنه انتخابيه. نداء تونس كان حزب تشكل بسرعه هو في طور التشكل احدى ازمات تشكل وادي وازمه عميقه جدا م. اما فما زحول بينحلوها في اطر الكبرى نداء تونس. والا كل انسان يخرج على روحه انا مم. اقترت أنا ان إنه يخشوا مؤتمر سوسه فشل فما فشل في مؤتمر تونس مش اخر الدنيا برشا احزاب راهو كبرى فشلت مؤتمرات مم. فشلنا في مؤتمر بس فيك في اسئله سياسيه على خاطر نحب نعرف نحب نعرف, نعرف زاد وانا جاوب فيك بصراحه مواقفك السياسيه جاوب فيك بصراحه جاوبني أنا في بالنسبه لي انا أي. بالنسبه لي انا معناها نداء تونس هو عائله العائله هذه اليوم فيها مشاكل فما اتونت اتونت حتى في اقصى الحالات تم بفق على داتون زوز احزاب اتونت قابلوا في الانتخابات جاوبني بسرعه عندي عم عم. 30 ثانيه نور الدين البحيري رئيس كتله حركه النهضه في المجلس يقول يتسأل يتساءل يقول لك بعد اغلاق المدارس القرانيه وحمله تشويهها لم يجدوا المشرفين على مسابقه وطنيه رسميه تحت اشراف التربيه الا برمجه قصه لتلاميذ الرابعه ابتدائي موضوعها الخمر والجنس والقتل والاختطاف والاجهاض انا كلمته سي نور الدين شوف هذه احنا عندنا وضح سي نور الدين بنا لا لا مش وضح لا 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 خاطر الحقيقه ما لنا دقيقه خاطر هو بيدو سي نور الدين معناها أي. طلبني باش يقول لي شنو الحكايه راهو انا نحب ساعات زوز تعب معناها ماشي غلط سي نور الدين اه المشكله وهو احنا عندنا مشروع كبير تحدي القراءه العربي أي. وهو مشروع عربي كامل مش م. مشروع تونسي بون باختصار لا لا باختصار هذه الحكايه عندها تو اكثر من شهر اي اكثر من شهر ثم معلم احنا في المشروع نعطيه قصص ثم معلم م. من القصص اللي قدمهم قصه مطبوعه تتبع في المطبعات تتباع في مكتبات تونس في سلسله مشهوره وسلسله معروفه ما نحبش نقول عليها باش نعرف قرا وقع التفطن اللي فيها بساج شوية على الخمر بساج مش مقلق إيش؟ مش قضية سحبة. وطنية معناه مانيش إذا قضية لا وطنية لا. سحبناها هي. هذه القصة وقع سحبة والمعلم اعتذر وخرج مندوب تسفيقس واعتذر في الإعلام وقرروا تسفاقس وندوسيكلو سيكلو فما خطأ قام به معلم وهذا المعلم سكر اعتذر ساركي. وسكرنا الدوسي شكرا لك وراهو وراه راهو وراه وراه تنجم تصير اختاره راهو راهو عندنا راهو آلاف عند الاف المدرسين معنا ينجم مدرس ارتكب خطا شكرا لك نزي جلول بارك الله فيك اللقاء كان معاك بدايه من السبعه غير درجين شكرا لكم انتم موعد الاخبار الرئيسيه على القناه الوطنيه الاولى غدوه نتقابلوا في التوقيت ان شاء الله على قناتكم في انا راهو جيتك انا مريض جيتك مريض جيتك.